خلال قداس في بلدة الخضر بمناسبة عيد القديس جورجيوس، رفع المصلون الدعاء لأن تتوقف الحرب في غزة وتتحقق العدالة لكي تنعم الأرض المقدسة بالحرية والكرامة والسلام. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة. في بلدة الخضر الواقعة إلى الغرب من مدينة بيت لحم تقع كنيسة القديس جورجيوس الأثرية، وبمناسبة هذا العيد، عيد القديس جورجيوس لابس الظفر، أقيم قداس احتفالي ودورة تقليدية في البلدة. ترأس القداس المطران عطل حنا رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس، بمشاركة رئيس الدير الأرشمندريت بارفيريوس والأب يوسف الهودلي والأب الياس زعرب والأب فرح من رومانيا وعدد من الكهنة والشمامسة والجوقة التي أحيت القداس. حضر القداس الاحتفالي رئيس بلدية بيت جالا عيسى القسيس وقنصل اليونان أنا مديكا والسفير جهاد خير ممثل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين وممثلو المؤسسات والجمعيات في المحافظة وكشافة المجموعة الأرثوذكسية البيت جالية والأجهزة الأمنية وحشد كبير من أبناء المنطقة. تخلل القداس كلمة للمطران حنا هنأ فيها الجميع بعيد القديس جورجيوس وكل من يحمل اسم خضر، وقدمت الصلاة من أجل أن تتوقف الحرب وتتحقق العدالة لكي تنعم الأراضي المقدسة بالحرية والكرامة والسلام. نحن نحتفل بتذكار القديس جورجيوس العظيم في الشهداء في هذه البلدة الطيبة في الخضر، حيث تتجسد دائما الوحدة الوطنية من خلال حضور كافة أبناء شعبنا الفلسطيني، مسيحيين من كل الأماكن ومسلمين من كل الأماكن أتوا إلى هذه الكنيسة لكي يضيئوا شموعهم ولكي يطلبوا بركة القديس جورجيوس. ونحن في هذه الأيام العصيبة وفي ظل هذه الحرب التدميرية نسأله تعالى أن يتحنن على شعبنا، أن يرأف بشعبنا، وأن تتوقف هذه الحرب. نداؤنا في هذا العيد وفي هذا المكان المقدس، نداؤنا الأول والأخير والوحيد في هذه الأيام هو أن تتوقف الحرب. نحن دعاة سلام ومحبة، والحرب بالنسبة إلينا أمر لا يمكن تبريره وقبوله بأي شكل من الأشكال، وإن نزيف غزة هو نزيفنا، أولئك الذين يقتلون هم إخوتنا، ونحن نتمنى أن يتوقف هذا النزيف وأن تنتهي هذه المأساة. فهذا القديس هو شفيع الكثيرين، وهو القائد بالجيش الروماني الذي ضحى بحياته من أجل نشر المسيحية. أجيت لفلسطين هنا لأحتفل بأعياد الفصح المجيد وعيد الخضر، وانبسطت كتير بالاحتفال بالهيبة بوجود المسيحيين هنا في بلدنا في الأراضي المقدسة، وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله يا ربي يعم السلام علينا جميعا وعلى فلسطين وعلى أهلنا في غزة. ويذكر أن الكنيسة قد شهدت إقبالا من المؤمنين مسلمين ومسيحيين، ومنهم من وضع النذور وأضاء الشموع وأخذ الخبز المقدس الذي يعرف بالقداس وارتداء أطفال بزي القديس الخضر، والبعض أتى سيرا على الأقدام من مسافات بعيدة. بعيد على أخوي خضر وابن ابني جورج، كل واحد بيحمل اسم شفيعه اللي هو مارجرييس، لكل واحد اسمه خضر أو جريس أو جورج، وابن عمي ابن عمي يعقوب كمان اسمه جريس، بهنيه بمناسبة عيده، وإن شاء الله يا ربي بحل السلام في بلادنا وبتكون للسنة الجاية الوضع أحسن ويبعد الشر عن الجميع. جاي على الخضر أزور الخضر، في عندي شمع بحط دائما بنيجي منزور الخضر بنحط شموع، وبعيد على كل واحد اسمه خضر وجورج، كل سنة وانتم سالمين وإن شاء الله بيصير الدنيا بتتغير أحوال تانية.
وبعد القداس أقيمت الدورة التقليدية من الكنيسة إلى دوار البلدة بمشاركة واسعة، حيث حملت أيقونة القديس جوارجيوس مكللة بالورود من قبل الكشافة وعلى وقع الأجراس التي قرعت في الكنيسة. وفي الختام أقيم في قاعة الدير حفل استقبال وتبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية. لنورسات مارلين الحدوة من كنيسة القديس جوارجيوس الخضر.